تواصل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية جهودها الرامية إلى تمكين أصحاب الحاجة اقتصادياً من خلال دعمها للبرامج التنموية والمبادرات الاستراتيجية المعنية برفع قدرات الفئات الضعيفة وإكسابهم مهارات مهنية وحرفية تعينهم على امتلاك خبرات تؤهلهم للحصول على فرص عمل مناسبة. وتأكيدا لما ذكر، فقد عقدت الهيئة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مشروع جديد يدعم سبل العيش الكريم للفئات الضعيفة في باكستان واللاجئين الأفغان من خلال تدريبهم على الحرف والمهن التي يتطلبها سوق العمل. الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عندها كثير من البرامج مع منظمات الأمم المتحدة، خصوصا في مناطق اللي هناك حاجات كبيرة يعني ناشئة نتيجة للكوارث أو نتيجة للحروب، مثل الوضع الآن في أفغانستان وأيضا جارتها باكستان نتيجة للجوء عديد من الأفغان إلى الأراضي الباكستانية. فاخترنا الحقيقة مشروع من أنسب المشاريع لأكيد الشعب الأفغاني وأيضا المجتمع المضيف الباكستاني يعانون معاناة معينة تجاه توفير سبل العيش وتمكين الأسر من توفير سبل العيش لأبنائها. ولذلك رأينا اخترنا هذا المشروع لأنه يؤهل 1000 شاب باكستاني وأفغاني في المناطق الحدودية ومناطق اللجوء الأفغان على مهن عديد من المهن. قيمة المشروع تزيد عن $500,000، وأيضا كان عندنا تعاون أيضا مع منظمة الأونروا ودعم اللاجئين الفلسطينيين على مرحلتين، أيضا كلها كانت على $500,000. فعندنا يعني مشاريعنا احنا مع المنظمات تكون بهذا الحجم حتى تحدث اثر يعني في المجتمعات المسلمة. ونظرا لارتباط الهيئة بالوكالات الأممية المتخصصة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن المفوضية تشترك مع الهيئة بهذا المشروع بناء على الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. أول شيء هيدي الاتفاقية هي من خير أهل الكويت ومن خير الهيئة الإسلامية IICO، ومنه غريب عن الكويت وعن الهيئة الإسلامية هيدا العمل الخيري يلي مستمر على عقود. صار هيدا نحن اليوم عم نعاني من مشكلة كتير كبيرة بأفغانستان كلنا بنعرف فيها، حتى لو صار في مشاكل تانية بالعالم أفغانستان لازالت مستمرة. أفغانستان عندها قضايا داخلية مشاكل وعندها مشاكل لجوء بدول أخرى. باكستان في 1.9 مليون لاجئ أفغاني موجودين هناك، مما يشكل أن باكستان هي الدولة الثالثة عالميا من حيث استضافة اللاجئين. اللاجئين وجدوا وكبروا في منهم خلقوا بباكستان، فهذا المشروع بيجي ضمن سياق تدريبهم تجهيزهم ليكونوا جاهزين لسوق العمل. تم اختيارهم بطريقة كتير صعبة مستمرة، تدريب لست شهور نأمن لهم فيها سبل العيش، لأنه هو ترك شغله أو ترك إعالة عائلته، أكله مسكنه شربه، 6 شهور بيتدرب بيتجهز بحسب اختصاصات السوق، شو القانون بيسمح الباكستاني بس بنفس الوقت شو السوق بحاجة. تؤكد الهيئة على خوضها تجارب شراكة ناجحة مع العديد من المنظمات الدولية وتطلعها الدائم إلى تبادل الخبرات وتحقيق المزيد من النجاحات الميدانية في مساندة النازحين واللاجئين حول العالم وفق قواعد الشفافية والعمل الاحترافي. لقناة ATV العدالة، خالد الفارس.